طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، يسعدني ويشرفني تواجدي معكم اليوم عبر القاعة التفاعلية لأكاديمية الجيل الجديد للتدريب والاستشارات في هذه الأمسية لنتعرف سويا على مهارات القراءة السريعة. طبعا دي الأمسية رقم 2 في سلسلة الدورات التدريبية في الأكاديمية. تكلمنا في المحاضرة الأولى عن الخرائط الذهنية ومدى استخدامتها، والنهاردة هنتكلم عن مهارات القراءة السريعة. أهلا وسهلا بحضراتكم، طبعا معكم المدرب محمود عبد الباري. أهلا وسهلا بالحضور الكريم وبالسادة الأفاضل الذين شرفونا بحضور هذه الأمسية، أمسية القراءة السريعة. في البداية، الهدف من الدورة هي دورة القراءة السريعة كيف تصبح متمرسا وقارئا متمكنا مع المحافظة على الاستيعاب الكامل. الهدف من الدورة كيف تصبح متمرسا وقارئا متمكنا مع المحافظة على الاستيعاب الكامل. حابب أسأل حضراتكم في البداية، أود أن أعرف من حضراتكم لماذا نقرأ؟ أود أن أسأل وأن أعرف من حضراتكم لماذا نقرأ؟ وماذا نعرف عن القراءة السريعة؟ لنكسب المهارات في زمانة تمام؟ في المنير مبروك لنتعلم، في الحليمة لتنمية وتطوير معلوماتنا وثقافتنا، أولوياتها جميل خالص. القراءة من أولوياتها الفطيمة، رائع ممتاز لتوسيع مداركنا في العواطف لبناء الثقافة. طب ماذا نعرف عن القراءة السريعة؟ ماذا نعرف أستاذ شيرين لتنمية الذات؟ تمام يا فندم. ماذا نعرف عن القراءة السريعة؟ لأن القراءة مفتاح العلم وتنوير العقل، لأن حياة واحدة لا تكفينا كما قيل. جميل خالص، رائع ممتاز ما شاء الله عليكم. القراءة السريعة هي قراءة تكون بشكل في الحليمة سريع لكن مع إدراك أكبر قدر من المعلومات، رائع ما شاء الله عليكم. الحصول على المعلومات المطلوبة في وقت قصير، ممتاز. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أول ما قال لنبيه الكريم، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وعندما سئل فولتير عمن سيقود الجنس البشري فأجاب الذين يعرفون كيف يقرؤون. وعندما قيل لأرسطو كيف تحكم على إنسان فأجاب أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. وأقول ما قاله المتنبي، أعد مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه. القراءة السريعة موجودة منذ القدم، يعني شيء مش جديد، شيء مش مستحدث، لا موجود منذ فترة كبيرة. وهو القراءة زي يعني ما تكلم أحد الحضور الكريم مع الاستيعاب مع الإدراك. تمام، ظهرت القراءة السريعة أول ما ظهرت مع بداية القرن العشرين، عندما انفجرت ثورة من المعلومات غرق من خلالها القراء في فيض من المطبوعات بأكبر مما يستطيعون أن يتعاملوا معه بمعدل القراءة العادية. وفي أواخر الخمسينيات من القرن السابق كانت الباحثة إيفلين وود توصلت إلى هذا الاختراع، أو يعني إلى هذه المهارة. كانت إيفلين تعمل معلمة وكانت مصرة على فهم سبب تمكن بعض الأشخاص من القراءة بسرعة أكبر من غيرهم، وبدأت تبحث في هذا الأمر، وذهبت محاولة
وجاهدة أن تزيد من سرعة قراءتها، ويعني قيل أنها بينما كانت تقلب صفحات الكتاب بيأس اكتشفت أن حركة يديها عبر الصفحة تجذب اهتمامها وتساعدها على التنقل بسلاسة عبر الصفحة، ثم استخدمت يدها كمحدد للسرعة، وقامت إيفلين وود بتعليم هذه الطريقة في جامعة يوتاه الأمريكية قبل أن تنشرها للعامة، وأسمتها القراءة الحيوية إيفلين وود. كل هذا الكلام كان بداية من عام 1960، كان بداية من عام 1960. المحاور اللي هيدور حواليها النهاردة الأمسية، المحور الأول عشان أنا أصبح متمرس وقارئ متمكن لابد أن تعرف مفهوم القراءة الفعالة، اثنين العين وكيفية حركتها، تحديد مقدار سرعة القراءة، ارتباط القراءة بالفص الأيمن أم بالفص الأيسر، القراءة اللفظية وصيد الأفكار، الفهم السريع والقراءة المتعمقة، الفرق بين القراءة التصويرية والقراءة السريعة، وأخيرا الكلمات المفتاحية والقرائط العقلية. هذه هي المحاور التي سندور حولها بإذن الله في خلال هذه الأمسية. أولا مفهوم القراءة الفعالة. مفهوم القراءة الفعالة، القراءة السريعة هي عبارة عن مجموعة من الأساليب يعني التي تهدف إلى زيادة معدلات سرعة القراءة دون التأثير بشكل كبير على الفهم أو الحفظ. تمام؟ القراءة هي ترجمة لمجموعة من الرموز ذات العلاقة المترابطة فيما بينها بدلالات معلوماتية معينة، و هي عملية تفكير متكاملة وليست مجرد تمرين في حركة العين. ده هو التعريف الأولي للقراءة الفعالة. لذلك لا يوجد تعريف مطلق للقراءة العادية أو القراءة السريعة من الناحية العملية، حيث أن جميع القراء يستخدمون بعض التقنيات المستخدمة في القراءة السريعة، فهم الكلمات دون التركيز على كل حرف، عدم قراءة كل كلمة بصوت، تحريك الشفتين دون إصدار صوت عند قراءة بعض العبارات، قضاء وقت أقل على بعض العبارات أو المرور السريع على بعض المقاطع. القراءة الفعالة تتطلب سلسلة من أنماط التفكير، وهي تحتاج إلى ممارسة يعني تمرين لتثبيتها في العقل، وهذه السلسلة تتلخص بالعوامل السبع الآتية. أول حاجة هو التمييز أو المعرفة، وهو معرفة القارئ للرموز الأبجدية اللي هي الأحرف، وكل حسب لغته، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات الأخرى. وهنا مراحل القراءة تتلخص في العمليات السبع الأساسية. واحد اللي هي المعرفة أو التمييز، وهي معرفة القارئ للرموز الأبجدية اللي هي الأحرف وتمييز كل حرف عن غيره. رقم اثنين الاستيعاب. الاستيعاب هو العملية الطبيعية للفحص والفهم، العملية الطبيعية للفحص والفهم، ويطلق عليه وحدة التركيز. وحدة التركيز يمكن يعني أن يزاد من كلمة أو كلمتين إلى خمس كلمات أو حتى نصف سطر. وحدة التركيز ممكن يعني نقول عنها هي مجموعة الكلمات التي يمكن لعينك أن تلتقطها في الطرفة أو اللمحة الواحدة، ويطلق عليها بعض المختصين مصطلح مساحة الفهم. كلما زادت سعة وحدة التركيز كلما زادت سرعتي القراءة والاستيعاب. رقم ثلاثة التكامل الداخلي. التكامل الداخلي هو الفهم الأساسي المستخلص من المادة المقروءة مع
معتمدا بشكل ضئيل على الخبرات السابقة والتي ليس لها علاقة بالقواعد والمفردات اللغوية. رقم 4 التكامل الخارجي أو التكامل الإضافي. المقصود به التحليل والنقد والتقدير والاختيار والرفض. هذه كلها نشاطات تتطلب من القارئ أن يرجع إلى التجارب والخبرات السابقة للتأثير على المهمة. بعد كده العامل الخامس الاحتفاظ. الاحتفاظ مقصود به هو القدرة على تخزين المعلومات في الذاكرة وبعد ذلك الاستدعاء اللي هو التذكر يعني. والاستدعاء هو القدرة على استعادة المعلومات من الذاكرة وبعد ذلك يحصل اتصال. الاتصال هو بيتمثل تطبيق المعلومات وينقسم إلى 4 أصناف: في اتصال مكتوب، اتصال منطوق، اتصال من خلال الرسم والكتابة والتلاعب بالأشكال والأجسام، والتفكير وهو عبارة عن تعبير آخر للاتصال مع النفس. تكلمنا منذ قليل عن العمليات السبع الأساسية التي تتلخص في مراحل القراءة. عايز حد يذكرني بيهم يقول لي مين ايه هي ما هي العوامل او ما هي مراحل القراءة التي تتلخص في العمليات السبع الأساسية للقراءة. رقم 1 تكلمنا عنه ايه؟ التمييز. حليمة ممتاز. رقم 2 التمييز او المعرفة. استاذ محمد علام الاستيعاب. جميل خالص استاذ حليمة. الاستيعاب استاذ عواطف. الاستيعاب. رقم 3 التكامل الداخلي استاذ محمد علام. كويس خالص. رقم 4 التكامل الخارجي. تمام جميل خالص. الاحتفاظ. رقم 6 الاستدعاء. رقم 7 الاتصال. والاتصال 4 انواع: في اتصال مكتوب، في اتصال منطوق، وفي اتصال من خلال الرسم والكتابه والتلاعب بالاشكال والاجسام، وفي بعد كده التفكير. المشكلة تكمن في أن العديد من الناس ما زالوا يقرؤون بنفس الطريقة اللي تعلموا فيها في المراحل الدراسية المختلفة. وفي هذه المراحل التعليمية كانت سرعة القراءة قد استقرت على معدل حوالي من 200 إلى 250 كلمة دقيقة، على الرغم من أن الكثير من الناس يمكن أن يفكر بسرعة ويقرأ بسرعة 500 كلمة في الدقيقة الواحدة أو أكثر. وده بيفتح مجال إلى الدخول يعني كلما أبدأ تباطؤ يفتح مجال في الدخول في الملل والتفكير في متطلبات الحياة المختلفة خلال عملية القراءة. كلما زادت سرعة القراءة كلما زاد الإدراك والاستيعاب. المشكلة تحصل في عملية اللخبطة بين سرعة التفكير وسرعة القراءة. في الآونة الأخيرة ظهرت نظريتين رئيسيتان للقراءة. النظرية الأولى طريقة النظر والقراءة، احنا بنقول عليها انظر ثم قل، اللي هي الطريقة الفردية. والطريقة الثانية هي طريقة التهجئة الصوتية. تبين من خلال الدراسات والأبحاث أن كلا الطريقتين فعالة بشكل جزئي فقط. في طريقة التهجئة الصوتية يتعلم الطفل الحروف الأبجدية أولا، ثم الأصوات المختلفة لكل حرف من هذه الحروف، ثم يحصل عملية مزج بين الأصوات مع معرفته بالحروف يأخذ شكل كلمات، فكده بنركب الكلمات على بعضها. هذه الطريقة يعني تعمل بشكل أفضل مع الأطفال الذين يستخدمون الجانب الأيسر من أدمغتهم بشكل كبير، على العكس تماما بطريقة النظر والقراءة. تمام؟ الصوت واضح يا فندم، الصوت واضح. أستاذ محمود جويش، الصوت واضح؟ ده على العكس تماما على طريقة الأنظر
أو النظر والقراءة، فإنها أفضل مع الأطفال الذين يستخدمون الجانب الأيمن أو الفص الأيمن من الدماغ. فهنا الطفل بيتعلم القراءة بطريقة عرض بطاقات تحمل صورة معينة مثلا، ويعني ذات تحتوي على كلمة دلالية بتكون أسماء الأشكال أو الصور مطبوعة بشكل واضح تحتها. فبيحصل مخزون من المفردات الأساسية بيتكون لدى الطفل. يبقى احنا اهو الطريقة الأولى بنستخدم فيها وظائف الفص الأيسر، والطريقة الثانية بنستخدم فيها وظائف الفص الأيمن. تمام؟ تكلمنا في الأمسية السابقة عن لديك في عقلك فصان، فص أيمن وفص أيسر، وكل منهما له وظائف. مين معايا يتذكر وظائف الفص الأيمن؟ اللي حضر معايا الأمسية السابقة، مين هيتذكر معايا وظائف الفص الأيمن من المخ؟ التخيل، تمام، المشاعر، الألوان والأصوات والموسيقى والرسم. إيه تاني؟ مين تاني هي؟ إحنا بنتكلم عن وظائف الفص الأيمن، قلنا الألوان والخيال والرسم والأصوات والموسيقى والمشاعر والحب، دي كلها وظائف الفص الأيمن. طيب وظائف الفص الأيسر، مين هيشارك معايا ويقول لي ما هي وظائف الفص الأيسر؟ المنطق، الأرقام، العمليات الحسابية، الترتيب. تمام، ايه تاني؟ مين هيشارك معايا تاني؟ تكلمنا في الأمسية السابقة وقلنا لديك في عقلك فصان أيمن وأيسر، وكل منهما مسؤول عن أشياء محددة. فحينما يريد الفص الأيمن قراءة اللون، يريد الأيسر قراءة الكلمات، وهنا بتحدث المشكلة. وظائف الفص الأيمن زي ما أنا اتكلمت عنها، قلت الألوان والخيال والرسم والأصوات والموسيقى والمشاعر والحب. الخيال هنا المقصود به التأمل، الخيال المقصود منه التأمل. في مقولة بتقول الخيال أكثر أهمية من المعرفة، من قائل هذه العبارة؟ مين يعرف من حضراتكم؟ جميل خالص، أينشتاين. فعلا كان ألبرت أينشتاين مثالا رائعا لتنمية كلتا فصي دماغه، فرغم أن كل دراساته كانت بتعتمد على الحسابات والمنطق، وكان ينمي فصه الأيمن عن طريق التخيل وهو التأمل والإبداع، وكان يذهب دائما في رحلة بحرية بواسطة قاربه الخاص في عطلة نهاية الأسبوع. وأرسل أينشتاين رسالة إلى أحد أصدقائه يخبره أنه يجد صعوبة في التعبير عن أفكاره في صورة نصية، لذا فإنه لجأ إلى التعبير عن أفكاره وتسجيلها في شكل صور وكلمات، أشبه ما يكون بما نسميه الآن الخرائط الذهنية. لذلك لما يقول ان الخيال اقوى واهم من المعرفه ومن المنطق ومن اي مصطلح عقلي اخر، لان الخيال هو الطريق للابتكار والتجديد، وهو سيد المعرفه كما انه متجدد لا ينفذ، بينما المعرفه تعتمد على الخيال. فنجد جميع المخترعين المكتشفين القدماء ما اعتمدوش على المعرفه للاختراع والاكتشاف لانها لم تكن موجوده، بل اعتمدوا على الخيال في ايجادها ثم تطويرها، وبعد ذلك وضعوا معرفه تخصهم. وبعد ذلك وضعوا معرفة تخصهم. العين وكيفية حركتها. عين القارئ لا تنساب فوق الكلمات بسهولة، وإذا حصل هذا فإنها لن ترى شيئا، لأن العين يمكن أن ترى الأشياء بشكل واضح فقط عندما تستطيع أن تتوقف عليها وتأخذ صورة واضحة لها. فبنتكلم عن العين وكيفية حركتها. لنعرف كيف نقرأ وكيف يمكن لقراءتنا أن تتحسن، علينا أن نفهم كيفية عمل العين. فالعين تعمل بشكل مشابه للكاميرا الفوتوغرافية. يدخل الضوء إلى العين عن طريق البؤبؤ ليصل إلى عدسة العين، تقوم العدسة
بتركيز أشعة الضوء على شبكية العين، وهي تحتوي على مئات الملايين من الخلايا الصغيرة تستجيب للإضاءة. فالعين الواحدة بها 130 مليون مستقبل ضوئي، يشكل التركيز الأمامي منها نسبة 20% من النظام العقلي البصري، أما التركيز الجانبي فيمثل بنسبة 80% منه، أي أن أكبر نسبة من المستقبل الضوئي مخصص للرؤية والتركيز الجانبي. بالطرق التقليدية للقراءة نحن لا نستخدم سوى 20% من القدرة المتاحة للعين، عكس ما إذا طبقنا تقنية القراءة السريعة التي تمكننا من الاستفادة من كل الإمكانيات التي توفرها الرؤية الجانبية، إضافة إلى إراحة العين والإقلال من إجهادها. العين زي ما أنا تكلمت معاكم قلت إنها ما بتنسابش فوق الكلمات بسهولة، ولو حصل فإنها لن ترى شيئا، لأن العين يمكن أن ترى أشياء بشكل واضح عندما نستطيع أن نتوقف عليها ونأخذ صورة واضحة لها، تكون هذه الصورة عبارة عن زي ما احنا تكلمنا في الأول العوامل السبع، الاستيعاب اللي هو وحدة التركيز، اللي هي وحدة التركيز. حجم وحدة التركيز يمكن أن يزداد من كلمة أو اثنين إلى خمس كلمات أو حتى نصف سطر. إن عينك ستقوم ماني بجهد أقل، وبدلا من أن تقرأ أكثر من 500 وحدة تركيز في الصفحة الواحدة فإن العدد سيقل إلى 100 وحدة تركيز، مقللا بذلك من الإرهاق، محسنا سرعة قراءتك إلى أكثر من 1000 كلمة في الدقيقة. وحدة التركيز هي مجموعة الكلمات التي يمكن لعينك أن تلتقطها في الطرفة أو اللمحة الواحدة. يطلق عليها بعض المختصين مصطلح مساحة الفهم، تمام؟ وكلما زادت وحدة التركيز كلما زادت سرعتي القراءة والاستيعاب، تمام؟ الجسم لو ظل ثابتا فإن العين كذلك تظل ثابتا. لماذا؟ لتتمكن من مشاهدته، وإذا تحرك الجسم فإن العين يجب أن تتحرك مع الجسم كذلك. لماذا؟ لتشاهده. عندما يقرأ الإنسان مثلا شخص أو الشخص سطر من الكتابة فإن عينه تتحركان في سلسلة من القفزات سريعة جدا بحيث لا يمكن ملاحظتها، لكن تقدر سرعة القفزات بين وحدات التركيز من ربع ثانية إلى ثانية ونصف في أبطأ معدل سرعة قراءة، يصل إلى 100 كلمة في الدقيقة الواحدة. العين الغير مدربة تأخذ حوالي ربع ثانية في كل نقطة تركيز، وإحنا قلنا إن كلما زادت سعة وحدة التركيز كلما زادت سرعتي القراءة والاستيعاب. مما لا شك فيه أن مدة الوقفات وعدد الكلمات التي يتم أخذها في كل وحدة تركيز تتفاوت إلى حد كبير فيما بينها، نظرا لاختلاف المادة المقروءة ومهارات الشخص نفسه في القراءة. وأكثر الإدراكات البصرية حد تتم في البؤرة المركزية للعين. فالرؤية يعني المشوشة أو الغير الواضحة، تمام، لما هو آت يخبر على طول الدماغ أين هو المكان المناسب للتوقف، وهكذا. فإن العين لا تتحرك في سلسلة منتظمة من القفزات بشكل متساوي، لكنها تقفز عن الكلمات المطولة وتركز على الكلمات الأهم في النص، تمام، الهيئة المفيدة، الكلمات المفيدة المميزة، تمام. فعلى مدى أكثر من 100 سنة استنتج الخبراء في الحقل الطبي والبحث النفسي بأن أكثر البشر يستعملون فقط من 4% إلى 10% من قدراتهم العقلية في جميع مناحي الحياة، تمام، وفي إمكانياتهم على التعلم والتفكير والتصرف وتشريع عملية القراءة
وزيادة فعاليتها لتزداد وتصل النسبة من 90 إلى 95% من القدرة على القراءة بسرعة. القراءة بسرعة تقلل من الإعياء، تحسن الفهم، مستوى التركيز يصبح أكبر، والأهم تقليل الوقت والإصابة بالتوتر أو آلام طبيعية مثل الصداع أو ألم الرقبة مثلا. تمام. القراءة السريعة تقوم بتحسين كمال الفكر، مثل أن تحاول مشاهدة فيلم فيديو مدته 90 دقيقة في 9 أقسام، 10 دقائق لكل قسم، ستجد أن فهمك للقصة سيكون أقل بكثير من مشاهدته بشكل متواصل. أيضا إذا خصصت نصف ساعة من وقتك في اليوم لقراءة كتاب مكون من 500 صفحة، وعند قراءته بشكل عادي ستجد أنك تحتاج إلى أكثر من أسبوعين لإنهاء قراءته، وما أن تنهيه حتى تجد بأنك غير قادر على تذكر المعلومات ومعظم الأفكار الواردة في أول الكتاب. لكن القراءة السريعة مع تقليل المدة إلى 4 أيام، فمن المؤكد أنك ستتذكر قدر أكبر من الأفكار وبشكل متكامل. تمام. محدد السرعة. محدد السرعة. إزاي أنا بحدد سرعة قراءتي؟ إزاي أقوم بتحديد سرعة قراءتي؟ اختر كتابا تهتم به ويمكن قراءته بسهولة عشان تعرف الفرق، يعني قبل التدريب وبعد التدريب، قبل معرفة كيف أن تقرأ قراءة عادية وأن تقرأ قراءة سريعة. تمام. اختر كتابا تهتم به ويمكن قراءته بسهولة. احسب الوقت المستغرق في قراءة 5 صفحات، ومن ثم فإن سرعة قراءتك يمكن أن تحسب حسب المعادلة التالية. تمام. هو يا فندم احنا شغالين، مش هننتهي من الأمسية إلا هو أن نجيب على جميع الأسئلة المطروحة، وإن شاء الله بإذن الله من خلال المحاضرة كلها هنجاوب على كل الأسئلة، هنجاوب على جميع الأسئلة. سرعة القراءة الكلمة على الدقيقة يساوي عدد الصفحات المقروءة. تمام. عشان أنا أقيس الأول قبل وبعد، قبل أن أستفيد وبعد أن أستفيد. تمام. تمام أستاذ كلثوم. أهو ضرب معدل عدد الكلمات لكل صفحة مقسوم على عدد الدقائق الكلية المصروفة في القراءة. ارتباط القراءة زي ما احنا تكلمنا دلوقتي بالفص الأيمن وبالفص الأيسر. تمام. بمعنى آخر زي يعني تحديد مقدار سرعة القراءة، يعني عشان أنا بس يعني الشريح دي متعديش كده بس علينا، أنا بقول أهو سرعة القراءة في الدقيقة هقول يساوي عدد الكلمات على الوقت، على الزمن. سرعة القراءة في الدقيقة يساوي عدد الكلمات على الزمن. ده أنا بعد إيه؟ بعد ما أنا أختار كتاب أهتم به يمكن قراءته بسهولة، أحسب الوقت المستغرق في قراءة 5 صفحات، فإن سرعة قراءتك يمكن أن تحسب حسب المعادلة اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي، سرعة القراءة في الدقيقة على عدد الكلمات في الزمن. تمام؟ طيب. ارتباط القراءة بالفص الأيمن والفص الأيسر. زي ما هو واضح أمام حضراتكم أهو. ارتباط القراءة بالفص الأيمن وبالفص الأيسر. زي ما احنا تكلمنا وقلنا ان لديك في عقلك فصان، فص أيمن وفص أيسر، كل منهما مسؤول عن أشياء. بينما يريد الفص الأيمن قراءة اللون، يريد الفص الأيسر قراءة الكلمات. وهنا بتحصل المشكلة. احنا عايزين نعمل عملية ربط بين الصورة والكلمة، بين شكل الكلمة وبين مضمونها. تمام. وعرفنا ان وظائف الفص الايمن هي الالوان والخيال والرسم والاصوات والموسيقى والمشاعر، ووظائف الفص الايسر هي الكلمات والقوائم واللي هي اللغه والرموز يعني، والحسابات والمنطق والارقام والتفكير. تمام. القراءه اللفظيه الداخليه وفيض الافكار. هناك نوعان من القراءه،
النوع الأول هو كلام إلزامي جهوري للكلمات كما تقرأ عادة، بيكون في مستوى مسموع أو يكون في مستوى غير مسموع في ضمير القارئ. على الرغم يعني من أن يعني القراء أو القارئ بصفة عامة قد لا يتلفظ ببعض الكلمات، إلا أنه يعني يظهر كلمات محسوسة في الحركات يعني من اللسان والحنجرة. هذا ما نسميه العملية تسمى اسمها القراءة اللفظية الداخلية، اسمها القراءة اللفظية الداخلية. أهو زي ما قلت لحضراتكم القراءة اللفظية الداخلية. النوع الثاني ما نسميه فيض الأفكار، ما نسميه فيض الأفكار. فيض الأفكار هو ما يشمل الاستيعاب والصورة فقط دون صوت أو لفظ ظاهر أو باطن للكلمات. تمام. بشكل عام القراءة اللفظية هي غير ضرورية، ما عدا أن إذا أراد الإنسان أن يقرأ الشعر حيث الإيقاع والقافية والتجانس للكلمات فهي يعني مكونات مهمة له، فإن القراءة اللفظية توفر متعة أكبر عند قراءة مثلا الشعر بشكل مثلا صامت. القراءة اللفظية الداخلية يعني تحد من سرعة القراءة إلى حوالي 300 كلمة في الدقيقة الواحدة، بما يعني يرفع المعدل إلى نسبة 20% حتى أقصى. على النقيض من ذلك يعني القارئ المتمرس على أسلوب فيض الأفكار اللي هو النوع الثاني اللي هو أمام حضراتكم يقرأ بسرعة كام؟ 1000 كلمة في الدقيقة الواحدة، يقرأ بسرعة 1000 كلمة في الدقيقة الواحدة. فيض الأفكار اللي هو يعني النوع الثاني ضروري للفهم الكامل، بالرغم من أن يعني قد يكون من المحتمل قراءة مادة خفيفة مثلا رواية بدون استعمال هذا الأسلوب مطلقا لسهولة تصور المادة المقروءة، حيث يعني لا حاجة إلى استخدام الذاكرة في الحفظ. طريقة فيض الأفكار مهمة جدا عند قراءة المواد المجردة التي لا يمكن أن تتصور أو يتم تخيلها بسهولة ولفترات طويلة، مثلا عند استخدام جمل طويلة مثلا معقدة من الصعب جدا المحافظة على ترتيب الكلمات وعلى تركيب الجملة. يعني في حال مثلا عدم تخيل أو تصور المادة المقروءة فإن تركيب الجملة وترتيب الكلمات فيها هو الشيء الوحيد الذي يقود إلى فهم المادة والوصول إلى معناها. وهنا في جزئية معينة لابد أن نعرف كيف نفرق بين القراءة اللفظية الداخلية وفيض الأفكار. معظم الناس يمارسون القراءة اللفظية اللي هي مرتبطة بالفم أو الحنجرة، وعندما مثلا يعني نطلب من يعني الشخص من التخلص من هذا الأمر بالكمال فإن يعني فهو بيميل الأول إلى ازدراء الفكرة ورفضها. أما طريقة فيض الأفكار فإنها يعني بيمارسها من أعلى الرأس بدون أي صلة بأعضاء اللفظ أو التنفس، وهو نوع يعني من الوعي ووعي الفكر والإدراك. طيب ينجز التمييز بين أسلوب القراءة من خلال الخطوات اللي أنا يعني هشرحها لحضراتكم حاليا. الخطوة الأولى أنا عايز من حضراتكم يعني نجيب كده كتاب أو رواية خفيفة مثلا واختار صفحة من هذه الرواية. المطلوب أن تكون المادة سهلة الفهم، يعني مادة خفيفة كده سهلة. تمام. في البداية هيكون لديك ميل إلى طريقة الطريقة اللفظية الداخلية، الطريقة اللفظية الداخلية. تمام.
ويعني هو ستعاني في الاستيعاب، لكنك يعني يعني سيتم التحسن بالممارسة، وستصبح لديك القدرة على التركيز في جدول الأفكار مع المحافظة على مستوى عالي من الاستيعاب. فهنا الممارسة هي المفتاح، يعني هنا هو بداية التعلم، الممارسة. تمام. بعض الناس بيواجهوا مشكلة في تذكر ما قد قرأوا للتو عندما لا يستعملون أسلوب التلفظ الداخلي أو الخارجي. وفي حد سألني السؤال ده في بداية اللقاء، المشكلة إن يعني هؤلاء الناس عندما يبدأون في العد وفي نفس الوقت قراءة النص وقف عملية اللفظ الشفوي، لأنهم يتوقفون عن الفهم أيضا، ولذا فهم لا يستطيعون التذكر بعد ذلك. هذه الفكرة صعبة، لأنك تعمل على تغيير عادة أنت معتاد عليها منذ الصغر، اللي هي يعني اللي احنا تكلمنا عنها في بداية المحاضرة. تمام. يبقى احنا خلاص اخترنا رواية خفيفة، مادة سهلة الفهم، يعني عندما تقرأها يعني لا تجد صعوبة في الفهم، ويكون يعني لديك ميل للرجوع إلى القراءة اللفظية في بدايتها. طيب الخطوة الثانية، يعني عد عاليا، عايزين انا كده هنعد عاليا بصوت عالي من 1 إلى 10، هنكرر العد. تمام. هستخدم هنا وصول فيض الافكار بس بصمت. العد العالي سيحتل النظام الصوتي لديك اثناء القراءه، وبالتالي فان العقل غير قادر على التلفظ بالكلمات. الخطوه الثالثه، خلاص كده عندما تكون قادر على القراءه بشكل صامت، هنا هتبدأ انت ايه العين في حركتها، وهتبدأ في القراءة بشكل صامت مستعملا طريقة فيض الأفكار زي ما احنا تكلمنا، وفي نفس الوقت هتتمكن من القراءة بشكل صامت بينما تعد يعني بشكل صامت. ايضا ابدأ بزيادة سرعة قراءتك، وعندما تتجاوز سرعة القراءة زي ما احنا عرفنا ازاي هنحسبها في الاول من 360 كلمة في الدقيقة، وسيمكنك التمييز بين الأسلوب أكثر وأسلوب فيض الأفكار وأسلوب القراءة اللفظية، ويعني ستتحول من هذا الشيء وتبدأ في القراءة بتمكن وأكثر تعمق. عايز يعني أسأل من حضراتكم، ايه هي الطريقة التي تعلمتم بها القراءة؟ وعايز حضراتكم تشاركوني، كل واحد يقول لي ايه هي الطريقة التي تعلم بها القراءة. مين هيشاركني؟ مين هيشارك معي يقول لي ايه هي الطريقة التي تعلم بها القراءة؟ هل كانت الطريقة الصوتية ام كانت طريقة انظر ثم قل اللي هي الطريقة الفردية؟ مين هيشارك معايا؟ الصوتية، محمد علام، محمود جويش الصوتية. تمام. مين تاني؟ وفاء الصوتية. اعتقد ان الصوتية الشائعة في المجتمعات العربية. تمام. مين تاني هيشارك معايا؟ الأستاذ عواطف برضو الطريقة الصوتية. الفهم السريع والقراءة المتعمقة. الفهم السريع يعني القراءة السريعة تعمل على مبدأ تغيير الدوافع، وبالتدريب الجيد ستكون ناجح وبانتباه واعي ومركز، ويزداد إلى حوالي 10% في كل جلسة، وطول الفترة اللازمة لتكوين وحدة التركيز، وعدد الكلمات اللازمة أيضا يتغيران لكن قليلا. ويحدث التحسن لأن تساؤلات العقل وعملية الرجوع إلى الخلف قد تضاءلت. ممارسة القراءة بسرعة عالية يجعل منك في أغلب الأحيان تقرأ أسرع من ذوي قبل بمرتين، وبدون أن تشعر بأي اختلاف. القراءة المتعمقة هي القراءة بعمق، وهي شكل من أشكال الاستجواب الذاتي، وبيكون من خلال خطوات معينة. الخطوة الأولى هي استطلع، الخطوة الثانية اسأل، الخطوة الثانية اقرأ، الخطوة الرابعة أجب، الخطوة الخامسة راجع. استطلع يعني بداية
اهو انا جبت كتاب قدامي، يا ريت كلنا لو حد جنبه كده كتاب ولا كتيب حتى صغير كده ممكن نمسكه في ايدنا ونبدا الاول القراءه المتعمقه مع المحافظه على الادراك التام. اهو الخطوه الاولى استطلع. يعني ايه استطلع؟ يعني اقرا الفهرس كاملا اللي هو محتويات الكتاب. تمام، كثير من الناس لا يقرؤون يعني فهرس الكتاب، رغم ان هذا يعني محتويات الكتاب بيمثل تلخيص هام لما يحتوي عليه الكتاب. تمام، بعد كده اقوم بقراءة مقدمة الكتاب وهي تدور حول موضوع الكتاب، وبعد كده اتصفح الكتاب كاملا. بمعنى ايه اتصفح الكتاب كاملا؟ بمعنى اقرا العناوين الرئيسيه والفرعيه والجداول والرسوم التوضيحيه اللي موجوده داخل الكتاب. يبقى اهو الخطوه الاولى هعمل عمليه استطلاع، اقرا فهرس الكتاب. وقلنا ان احنا كتير بننسى الموضوع ده، يعني ما بنبصش ليه، على الرغم من ان يعني محتويات الكتاب بتمثل تلخيص هام لما يحتوي عليه هذا الكتاب. بعد كده اقرا مقدمه الكتاب واعرف هي بتدور حول ايه بالظبط، موضوع الكتاب بيدور حول ايه. بعد كده اتصفح الكتاب كاملا، اقرا العناوين الرئيسيه والفرعيه والجداول والرسوم التوضيحيه. بعد كده الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي اسال، احول اسم وعناوين الفصل الى اسئله. اهو احول اسم وعناوين الفصل الى اسئله. طيب الخطوه رقم ثلاثه اللي هي اقرا. هنا عندما تقرا اقرا للاجابه على الاسئله التي وضعتها بنفسك في الخطوه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي اسئله. وانا اهو اول حاجه عملت عمليه استطلاع، بصيت على محتوى الكتاب، بصيت على مقدمه الكتاب، تصفحت عناوين الكتاب والعناوين الرئيسيه والفرعيه والجداول والرسوم التوضيحيه، وفيك بارك. بعد كده بعمل اسئله، احاول يعني اضع اسم وعناوين الفصل واحولهم الى اسئله. تمام، بعد كده الخطوه الثالثه زي ما هو واضح امام حضراتكم، اقرا، اعمل عمليه وهو تقرا لماذا؟ للاجابه على هذه الاسئله التي وضعتها بنفسك في الخطوه الثانيه. الخطوه الرابعه اجب، ارجع للكتاب مره اخرى وتصفحه من جديد، ومن خلال مرورك على هذه الاسئله التي وضعتها بنفسك في الخطوه الثانيه اللي هي اسال، تمام، اقوم بالاجابه على هذه الاسئله التي وضعتها ولكن دون ان تقرا من الكتاب، اللي هي طريقة سمع نفسك، اللي هي طريقة إيه؟ سمع نفسك. طيب أنا في حالة لم يعني أستطع الإجابة على الأسئلة بشكل جيد أو بشكل كامل، عندها أنتقل إلى الخطوة الخامسة والأخيرة اللي هي إيه؟ راجع، اللي هي راجع، اللي هي الخطوة الخامسة. أقرأ مرة أخرى يعني وأبدأ يعني في ترتيب هذه الخطوات، ولكن أقوم فقط بالإجابة على الأسئلة التي لم أستطع الإجابة عليها بشكل جيد. المبتدئين بيختاروا الكتاب دائما من عنوانه، أما ذوي الخبرة فبيختارونها من مؤلفيها. يعني هو أنا بعرف إن المؤلف ده يعني مؤلفاته دسمة، تحتوي على معاني كثيرة، على معرفة جديدة، على رؤى تحترم وتقدر. تمام، وهي دي القراءة بعمق، وهي شكل من أشكال الاستجواب الذاتي. الشريحة اللي بعدها أنا بضع كلمات مفتاحية، يعني أنا اللي أنا عايز أتكلم عنه إن أنا أضع كلمات مفتاحية. الكلمات المفتاحية أو العبارات المفتاحية هي البؤرة اللي يعني التي تجمع حولها مدى يعني كافي من الأفكار والصور. أو بمعنى أصح هي الكلمات التي تعطيك المفهوم الأكثر شمولية.
ويعني غير ضروري أن تكون هذه الكلمات من النص نفسه، وليس ضروريا أن تكون من النص نفسه. الإدراك يعني حتى يعني أحصل على أعلى معدل تركيز وعلى معدل فهم وإدراك. المقصود بالإدراك يعني فهم، إدراك يعني فهم، يعني هو يعني إن أنا أزود المخ بالمعلومات والتغيرات الداخلية والخارجية عشان يؤدي وظائفه بكفاءة، ليؤدي وظائفه بكفاءة. الإدراك بيعتمد على الوعي والكفاءة، بيعتمد كذلك على تبادل الخواطر دون النطق بكلمة أو تلميحة. طيب أنا عايز يعني إذا أردت أن تتذكر المعلومات الأكثر أهمية في النص، فإن القدرة على اختيار الكلمة الأكثر شمولية والأكثر ملائمة، يعني كلمة ذات دلالة، هي يعني عملية حساسة جدا، وبشكل رئيسي إحنا يعني تستخدم الأجزاء يعني من الكلام عندما نختار الكلمات المفتاحية من فين، من دائما تحتوي على أسماء. نميز اسم الشخص أو المكان أو الجسم، هي المعلومات الأكثر ضرورة في النص، سواء كانت أسماء عامة مثل الناس أو الحيوانات أو الأشياء، رجل مثلا، منضدة، رياضة، كرة، أسماء شخصيات، هي دي الكلمات اللي هي يعني ذات يعني دلالة مفتاحية. أفعال، وهي متشير إلى الفعل، صفات، تمام، ظروف وغيرها، تمام. طب الكلمات دي هل هي لابد أن تكون من النص نفسه؟ لا يعني مش يعني لا يعني ليس من الضروري أن تكون هذه الكلمات المفتاحية مستخدمة في النص نفسه، فربما قد يكون عندك مثلا كلمة تطلق وتستدعي ترابطات الأفكار المطلوبة لما يحتويه الكتاب المقروء بشكل أفضل من الكلمات المكتوبة، وهي عادة ما تكون يعني مصطلحات أكثر من مجرد كلمة، تمام؟ الفهم السريع أنا اتكلمت عنه، و تحاورنا فيه يعني قبل ما ادخل على القراءة التصويرية والقراءة السريعة. القراءة التصويرية يعني دي تم ترويجها في مجال الإعلان من قبل استراتيجيات التعلم، حيث كتب أنه من الممكن قراءة 25 ألف كلمة في صورة الدقيقة الواحدة، ولكن يعني شكك الكثيرون في قدرة العقل على استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات، وتعتبر رؤية الإنسان محدودة لهذا الغرض، أي للتركيز على شيء معين دون تشتيت الانتباه على ما يظهر في باقي المنظر المرئي له، تمام؟ ديناميكية القراءة اللي هي يعني القراءة السريعة التي يعني قامت بتدريسها إبلي مود كوسيلة لتذكر المعلومات من قراءة آلاف الكلمات في وقت قصير، اعترف يعني حتى به الرئيس الأمريكي جون كينيدي وبعض الشخصيات المشهورة يعني بما أنها يعني قراءة سريعة. يعني كل ما في يعني أول شيء أنا بعمله يعني رقم واحد أشير بسبابتي أو بقلم، يعني على الأصبع السبابة أو بقلم على الكلمات التي تقرأها. أهو أنا فتحت الكتاب، عملت أول حاجة عملية استطلاع، بدأت أهو أضع يعني مفاهيم وأسئلة وأقوم بالإجابة عليها. بعد كده بدأت أنا إيه عشان أنا أقرأ هذا الكتاب قراءة سريعة مع محافظة على الإدراك أو الفهم أو يعني القراءة بسلاسة والتنقل يعني بسرعة مع استيعاب أكثر، إن أنا أضع أو أشر بسبابتي الأصبع السبابة أو بقلم على الكلمات التي أقرأها، تمام؟ يعني هو أثناء القراءة أهو طريقة إبلين وودي اللي هي المكتشف الموضوع ده، حاول أن تحرك يعني إصبعك بسرعة، وكلما يعني وضعت عينك على الكلمة ومع التحرك بالقلم أو بأصبعك السبابة سيساعدك هذا الأسلوب على تأسيس عادة قراءة سلسة ومتناغمة. أهو هيساعدك على إيه؟ على تأسيس عادة أثناء القراءة سلسة وإيه ومتناغمة. بعد كده أنت يعني تقوم أو تقومي بتحريك أصبعك على طول السطر أثناء القراءة، حاول أن تشير إلى أكثر من كلمة في المرة الواحدة، حاول أن تشير أكثر من كلمة
فين؟ في المرة الواحدة. مع التكرار هتصل إلى مرحلة متقدمة في النقطتين اللي أنا اتكلمت عنهم. أولا يعني أنا عايز أختار مادة خفيفة في البداية، تمام؟ خفيفة إيه؟ خفيفة القراءة، وحاول أن يعني أن تقرأ أكثر من سطر واحد في نفس الوقت. أهو أنا أهو أشرت بسبابتي أو بقلم وأحاول تحريك الأصبع بسرعة مع القراءة، وهذا بقولنا ده بيساعد على تأسيس إيه؟ قراءة سلسة ومتناغمة. أحرك الأصبع على طول السطر وأحاول أن أشير الأكثر من كلمة في المرة الواحدة. بعد كده هتصل إلى مرحلة متقدمة في النقطتين اللي أنا اتكلمت عنهم. بعد كده أنا زي ما قلت لكم مش لازم أختار حاجة تقيلة، لا ده أنا هختار مادة خفيفة، هختار كتاب خفيف، وأحاول أن يعني أن أقوم بالقراءة أكثر من سطر في يعني في الوقت الواحد، تمام؟ إن أنا أتنقل مع الإشارة، مع إيه؟ مع الإشارة في بداية الموضوع، تمام؟ أكثر من سطر واحد في نفس الوقت. مثلا يعني مقال في مجلة مثلا، مع العلم ان يعني في بعض المجلات يعني تستخدم اعمده ضيقه تحتوي على 5 أو إلى 6 كلمات مثلا يعني، وهي اغلب الاحيان تكون الماده الخفيفه للقراءه كبدايه، تمام؟ يجب كذلك ان تجرب انماط مختلفه من حركات الادله البصريه اللي هي بتتضمن حركات قطريه مقوسه مباشره الى اسفل اثناء ايه؟ اثناء القراءه. ده بايه؟ بسبابتي او بالقلم. تمرن حركات العين على الصفحة، تمام؟ تمرن حركات العين على الصفحة وتقوم بتحريك عينيك بشكل افقي وعمودي من اعلى من اليمين. طبعا احنا بنقرا مثلا في الكتاب باللغة العربية من اليمين الصفحة الى اسفل اليسار وهكذا، تمام؟ كل مرة بتحاول انك انت تقوم بعملية التسريع من اسلوبك بشكل تدريجي يوم بعد يوم، تمام؟ يوم بعد يوم. الهدف من التمرين ده ايه؟ هو ان انت بتدرب عينك على العمل بدقه اكثر وبشكل مستقل. ده هو الهدف من يعني من التدريب اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي. بعد كده انا بعمل ده كله ليه؟ عشان هنا اهو هتكمل انت هتمارس القراءه باقصى سرعتك لمده دقيقه. اهو انا هجيب السبابه بتاعتي، هجيب القلم اللي انا بشاور بيه على الكلمه اللي انا اقوم بقراءتها، همارس القراءه باقصى سرعه لمده دقيقه واحده وبدون يعني قلق يعني حول الفهم والاستيعاب. هتقول لي طب انا ما عنديش فهم، ما عنديش استيعاب، ما عنديش ادراك. هقول لك لا، ما فيش مشكله خالص، تمام؟ الادراك اللي انا يعني هو المقصود به هنا ان انا ايه ما يعني ما يعنيه شخص ما بالقول او بالعمل، تمام؟ وفي طبعا مستوى عالي وراقي جدا من التفاهم، والتفاهم عن طريق تبادل الخواطر دون النطق بكلمه او تلميحه حتى، تمام؟ يبقى هنا اهو ان انا في هذا التمرين ان انا اعمل ايه؟ همارس القراءه باقصى سرعه لمده دقيقه واحده وما يعني ما فيش قلق حول الفهم او الاستيعاب، بمجرد ويعني تمرين سرعه يعني بصري فقط. هنا اهو احنا كل القصه ان انا يعني اعمل عمليه تمرين سرعه للبصر فقط. في هذا التمرين انت يعني مش مهم انك انت تحصل على اكبر قدر من الاستيعاب او الفهم او الادراك. القراءه يعني يجب ان تستمر من اخر نقطه وصلت اليها بدون الرجوع للخلف. خلاص انت اهو هتقف عند نقطة معينة وهتكمل تاني، مش هترجع لي تاني لورا. خلاص افعل الموضوع ده لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك احسب سرعتك أو سرعة قراءتك. احنا قلنا ازاي هنحسب سرعة القراءة؟ حد متفكر أو متذكر ما قلته عن حساب سرعة القراءة؟ الكلمة سرعة القراءة في الدقيقة، عدد الكلمات على الزمن، عدد الكلمات على الزمن. سرعة القراءة الكلمة على الدقيقة بيساوي عدد الصفحات المقروءة، تمام؟ هو ده اللي أنا بتكلم عنه. جميل خالص. أستاذ دعاء خطاب، دعاء
بعد كده أن يعني أن قمت بحساب سرعة قراءتك، هتكون هذه هي أعلى سرعة قراءة طبيعية عندك. مارس القراءة مع الاستيعاب، وأنا عرفت الاستيعاب وقلت يعني استيعاب تمام لمدة دقيقة واحدة، يعني بمعدل ما يقارب 100 كلمة في الدقيقة. يعني برضه هنسرع مرة أخرى من يعني من أكبر سرعة طبيعية عندك، وأنا هزود ثاني عدد السرعات تمام. وعندما تفعل ذلك استمر بزيادة سرعتك من 100 كلمة في الدقيقة إلى أكثر في كل مرة. وإذا حسبت كم عدد الكلمات الموجودة في السطر المتوسط مثلا، فإنه من السهل إنك تتحول الكلمات في الدقيقة إلى أسطر، يعني إلى أسطر يعني ممكن لو احتوى السطر مثلا على 10 كلمات وأنت تقرأ سطرا واحدا في الثانية، فأنت تقرأ 600 كلمة في الدقيقة. يبقى هنا المعدل السرعة عندك زاد ولا ما زادش؟ معدل السرعة أو معدل سرعة القراءة ارتفع جدا. هتبدأ من بداية فصل آخر ومارس قراءة ثلاث سطور معا. أهو بدأنا بسطر، بدأنا اثنين، هنبدأ بقراءة ثلاث سطور معا في نفس الوقت مع استخدام أداة بصرية مثلا زي بطاقة، يعني بسرعة أكبر لمدة 5 دقائق. بدأناها بدقيقة ثم دقيقتين ثم بدأنا نحسب على 5 دقائق. اقرأ في هذه المرحلة بهدف الفهم وبأعلى سرعة ممكنة. احنا هو بدأنا الأول وما تكلمناش عن الفهم والاستيعاب، قلنا لك اقرأ زود سرعتك، ارفع من معدل السرعة، ثم بعد ذلك هو هتقرأ في هذه المرحلة بهدف ايه؟ الفهم والإدراك بأعلى سرعة ممكنة. افعل هذه أو هذا لمدة 5 دقائق، ثم احسب وسجل سرعة قراءتك في الدقيقة الواحدة. بعد كده عد بداية الفصل ومارس القراءة بسرعتك لمدة 5 دقائق تمام. القراءة التصويرية اللي اتكلموا عنها بيقولوا ان يعني دي يعني تم ترويجها في مجال الإعلام من قبل منظمة استراتيجيات التعلم، وحيث كتب أن من الممكن قراءة 25,000 كلمة صورة في دقيقة واحدة، يعني صورة مكتوب فيها 25,000 كلمة في الدقيقة الواحدة. ويعني وتم تأليف كتب كثيرة في هذا المجال، ولكن شكك الكثيرون في قدرة العقل البشري على استيعاب هذا الكم الهائل من المعلومات، وده يعني بيعتبر يعني رؤية الإنسان محدودة لهذا الغرض، أي للتركيز على شيء معين دون يعني أن يحصل عملية تشتيت في الانتباه على ما يظهر في باقي المنظر المرئي له. يقال أن هذا النظام المقصود بالقراءة التصويرية تم تطويره من قبل بولشيل اللي هو المؤسس المساعد لاستراتيجيات التعلم، وفي كتاب اسمه كتاب بولسكيل اللي هو القراءة التصويرية منظومة العقل المتكامل. في كتاب كده هو اللي هو كتاب بولسكيل للقراءة التصويرية منظومة العقل المتكامل، أشار في يعني في كتابه في الصفحة 4 من الفصل الأول في أن القراءة التصويرية تختلف في أنظمتها فيما لا يقل على 3 طرق. الطريقة الأولى بيقول لك إن يعني الجوهر يكمن فين؟ احنا خلاص دلوقتي طلعنا يعني خارج اطار القراءة السريعة، احنا بنتكلم عن القراءة التصويرية. ان الجوهر يكمن فين؟ في قدرة الدماغ على تحليل البيانات لاعلى ما هو مرئي للعين تمام؟ اهو ان الجوهر بيكمن في قدرة الدماغ على تحليل البيانات لا على ما هو مرئي للعين. اثنين البرمجة اللغوية العصبية للدماغ هي فين؟ هي متحكمة في تخزين البيانات وكيفية تنشيطها وتذكرها. كذلك التطور الدماغي في اساليب التعلم كان يعني حجر الاساس في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بما فيه تصميم الكتاب اللي هو كتاب بولسكيل للقراءه التصويريه منظومه العقل المتكامل. يعني وبعد كله يعني في ناس بتشكك في الموضوع، فقامت وكاله الفضاء الامريكيه اللي هي ناسا بدراسه كان عنوانها تحليل اولي لقراءه الصور، وجاء فيها الى انه لا يوجد اي فائده من استخدام نظام القراءه التصويريه، لا يوجد اي فائده من استخدام نظام القراءه التصويريه. وأشار الخبراء في هذا النظام أن الوقت اللازم لقراءة الصورة أكثر من المعدلات المسجلة في القراءة العادية، وتكلم عن ذلك الدكتور طارق سويدان في كثير من محاضراته، وقال بأني قمت بحضور محاضرة عن القراءة التصويرية
وحاولت أن أصدق هذا الأمر ولكنه لم يجدي نفعاً. ثم بعد ذلك طلبت من المحاضر أو المدرب قراءة كتاب ما، وثم يعني السؤال فيه عن ما أفاده، فيعني كان الموضوع غير مجدي، وبذلك يعني لا يوجد ما يسمى بالقراءة التصويرية، تمام؟ لا يوجد ما القراءة التصويرية، وإنما يوجد ما هو القراءة السريعة بالخطوات التي تحدثت عنها مع حضراتكم منذ قليل. الكلمات المفتاحية والخرائط العقلية. الكلمات المفتاحية زي ما أنا قلت لحضراتكم هي الكلمات التي لها القوة الترابطية والتي تبرز بشكل أكبر وتحتوي على جوهر الجملة أو الفقرة، أما بقية الكلمات فهي تشارك الأوصاف والبناء القواعدي والتأكيد، وهي مادة سياق عادة ما تنسى خلال بضع ثواني، ومعظمها يعني سيحضر فورا إلى الذهن عند مراجعة الكلمات المفتاحية اللي أنا تكلمت عنها منذ قليل مع حضراتكم. الخرائط العقلية هو احنا تكلمنا عن الرمزية الأولى والخرائط العقلية ومن استخدامتها، وعرفنا ان هي أداة بتساعد على استخدام القوى العقلية الكامنة، وضمن الكامنة يعني المخبأة أو الدفينة، وهي تقنية رسومية قوية بدور خدمة المفاتيح تساعدك على استخدام باقي صورة عدد منطق ألوان يقع في كل مرة، وبين أقوم بخلالها بربط. لماذا؟ لأن العقل يفضل الصور دائما ولا ينساها، هربطها بصورة عشان يحتفظ بها العقل أكثر مدة وأكثر وقتا. لاحظ الفرق أهو، القراءة التقليدية والقراءة السريعة 150 للقراءة التقليدية إلى 200 كلمة في الدقيقة، أما بعد التمرين يوما بعد يوم على القراءة السريعة هيكون من المعدل من 1000 إلى 3000 كلمة في الدقيقة الواحدة. الاستدعاء هيكون عندك من 45 إلى 50%. لو حد فاكر يعني إيه استدعاء، حد يقول لي يعني إيه استدعاء؟ أنا اتكلمت عن الاستدعاء وقلت إيه هو الاستدعاء؟ هنا هيفكرني فيه. مين هيفكرني يعني ايه استدعاء؟ حاولت مرارا. حاضر. الاستدعاء محمد علام. الاستدعاء التذكر. جميل خالص. وما هو التذكر؟ التذكر هو القدرة على استعادة المعلومات من الذاكرة، اهو بيكون في القراءة العادية من 45 إلى 50%، أما بعد التطبيق أنظمة القراءة السريعة بيكون من 60 إلى 65%. قاعدة 20-80 اللي احنا دايما يعني بندرسها في دورات إدارة الوقت، يعني المقصود بها قراءة 80% واستيعاب 20%، هنا اهو اللي بيحصل بعد تطبيق أو الاستفادة من تطبيق أنظمة القراءة السريعة بيكون القراءة بمعدل 20% والاستيعاب بيكون بنسبة 80%. ده هو الذي يضيفه لنا القراءة السريعة. نستنتج من ذلك. نستنتج من ذلك إيه؟ إن القراءة السريعة تجعلك آليا تستوعب أكثر. الزيادة في الاستيعاب بسبب القدرة الأفضل على التركيز والتذكر، وتجعلك أكثر دقة وذكاء وبديهية. والقراءة السريعة تجعلك تستفيد من وقتك وجهدك وتوفرهما لك. العين الواحدة بها أكثر من 130 مليون مستقبل ضوئي، ويشكل التركيز الأمامي بنسبة 20% من نظام العقل البصري، أما التركيز الجانبي فيمثل بنسبة 80%، أي أن أكثر نسبة من المستقبل الضوئي مخصص للرؤية والتركيز الجانبي، وبالطرق الأخرى يعني من القدرة العقلية المتاحة للعين، عكس ما إذا طبقنا تقنية القراءة السريعة التي لا يمكننا الاستفادة منها. كذلك تمكنك من تدريب عينك على التقليص من عدد الوقفات على السطر، وتعلمك القراءة السريعة أن تستخدم عيون عقلك عند قراءة أي شيء، وتجعلك أكثر لباقة في حديثك مع الآخرين، وتزيد من رصيدك اللفظي والمعرفي، وتجعلك أكثر كفاءة في تنظيم أولوياتك وإنجاز أعمالك.
ودي يعني كانت خمسية عن القراءة السريعة. الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام هذا العمل، ولا تنسونا من صالح دعائكم. الشكر كل الشكر للقائمين على أكاديمية الجيل الجديد، لهم كل الشكر والتقدير لإتاحتي هذه الفرصة في إلقاء هذه الأمسية في عن مهارات القراءة السريعة. بارك الله فيكم، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الجديد، وإن شاء الله عام سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.